الشوط الأول. لكن الياو الآن جمهور الميلان ينتظر الياو، جمهور الميلان ينتظر الياو. ماذا أنت فاعل يا الياو؟ يدخل منطقة الجزاء الياو، كرة بعيدة مرت إلى خارج أرضية الملعب، إلى ركلة مرمى، إلى ركلة مرمى. عك كروي واضح من جانب لاعبي فريق الميلان وشكل فريق الميلان لحتى الآن. يعني المباراة الماضية كان قدم الشوط أول ممتاز أمام نابولي. إيبوجيل في اليمين يدخل منطقة الجزاء، إيبوجيل الحكم إخوان لوكا ساكي، ركلة جزاء، ركلة جزاء، ركلة جزاء للإيفواري إيبوجيل، ركلة جزاء لفريق أودونيزي. يسقط، يسقط على أرضية الملعب فيستي إيبوجيل، وركلة جزاء لفريق الفيريولي أودينيزي. لبيانكو، بيانكو، بيانكو روسي يكسب ركلة جزاء عن طريق الخطير الإيفواري إيبوجيل. بيانكو نيري وليس لبيانكو روسي، نعم لبيانكو نيري أودونيزي يكسب ركلة جزاء. تردد في البداية حكم المباراة بالمناسبة، قال لك احسب حافظ على نظافة شباكه في مباراة الليلة أم يسجل الضيوف القادمون من أودوني. بيريرا 1-0، أودونيزي يسجل هنا في سان سيرو، هدف أول مستحق لفريق أودونيزي للفريق الفيريولي. يسجل بيريرا الأرجنتيني أول هدف هذا الموسم، ويتقدم في سان سيرو على فرقة الميلان، على فريق الروسونيري، على كتيبة بيولي. يسجل بيريرا ويحتفل مع جمهور أودونيزي، يحتفل مع جمهور أودونيزي. يسجل القائد روبرتو بيريرا أول هدف في المباراة، أول هدف في المباراة. هذا هو القائد اللي تقدم، والكرة على يسار حارس المرمى مايك مينيا. شوف تشوفي، شوف جابريل تشوفي، تشوفي تشوفي يعرف قيمة الثلاث نقاط في مباراة اليوم قبل مواجهة روما. بالتأكيد يريد أن يقف أودونيزي، يريد أن يسجل 5 بطاقة صفراء يتحصل عليها في هذا الموسم، لذلك سيتم إيقافه لمباراة. كرة بتصل من هناك إلى الياو، يبحث عن الكرة العرضية. لا لا يا الياو، لا يا الياو، لا يا الياو. ماذا يفعل الياو في اللقطة الماضية؟ ماذا يريد أن يعني، هل هناك رسالة من الياو بهذا السوء، بهذا المستوى السيء؟ هل يريد أن يعني يكنسل عقده مع الفريق؟ الكرة بتصل في الطرف الأيسر، لوفريتش داخل منطقة توموري، كرة إلى لوكا روميرو، روميرو الصغير الأرجنتيني، كرة داخل منطقة الجزاء، خطيرة التعادل. أوكافور، لا لا يا أوكافور، لا يا أوكافور. الجمهور ينفجر من الغضب يا أوكافور، الجمهور ينفجر من الغضب. ماذا أضعت يا أوكافور؟ كرة للأمام، تسلل، لا 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 لا، هذه كرة ممكن. الثاني الآن لوكا، الثاني الآن، مرر يا لوكا، مرر يا لوكا، يا لوكا، يا لوكا، ضيعت. لكن تسلل من البداية على لوكا، والمساعد ماذا ينتظر في اللقطة الماضية؟ كالابريا الآن ينفجر أيضا على المساعد. كرة بتصل في وسط الملعب، خطأ، خطأ يحتسبه ساكي على لاعب أودونيزي. هناك سقوط، هناك سقوط. شوف هذه اللقطة، شوف 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 أوكافور، شوف أوكافور تأخر كثيرا، نوا أوكافور انتظر كثيرا. اللاعب السويسري لماذا انتقل في سان سيرو؟ هذا يحدث لأول مرة منذ 2019 للميلان في فترة جان باولو. مشاهدينا متابعينا في كل مكان، كرة القدم تنصف أودونيزي لبيانكو نيري في مباراة الليلة بفوز مستحق على الميلان في سان سيرو بهدف روبرتو بيريرا قائد أودونيزي من ركلة جزاء في الدقيقة 62. جابريل تشوفي يستحق هذا الانتصار والثلاث نقاط، يصل النقطة 10. الميلان يستمر عند نقاطه لل 22 في أسوأ مباراة للميلان في السنوات، في على الأقل في السنوات الماضية. مشاهدينا الكرام، نلتقي في مناسبات قادمة.